مرحبا بكم مجددا في حلقتكم الأسبوعية التي تستعرض دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أهم الحالات في كل جولة. نعرض لكم أهم حالات الجولة الرابعة والخامسة، والبداية الآن مباراة الباطن والفتح. الدقيقة 45 نشاهد مدافع فريق الفتح يقوم بالتحرك قبل المهاجم من فريق الباطن ويضع قدمه على الأرض، وكان هناك تلامس خفيف لكن ليس كافيا لاحتساب مخالفة، ويستخدم المهاجم هنا تلامس القدم والذراع مع المدافع، وكان هناك سقوط وأيضا وضع قدمه باتجاه قدم المدافع. في هذه الحالات من المتوقع أن تؤكد تقنية حكم الفيديو المساعد قرار الحكم في الملعب باستمرار اللعب. القرار الصحيح هو استمرار اللعب. حكم الفيديو المساعد قرار صحيح. الحكم قرار صحيح. الآن نشاهد حالة أخرى في نفس المباراة. يحاول مهاجم فريق الباطن المراوغة، وهنا حاول مدافع فريق الفتح بركل الكرة، ويقوم بحركة طبيعية بقدمه اليمنى للمدافع. هناك احتكاك عرضي ولكن لا يوجد مخالفة. بعد التحقق من قبل تقنية الفار المساعد، القرار في الملعب استمرار اللعب. القرار الصحيح هو استمرار اللعب. قرار الحكم صحيح. قرار الفيديو المساعد أيضا صحيح. ننتقل الآن إلى مباراة ضمك والفيصلي. لو نشاهد حارس فريق الفيصلي يرتكب خطأ على مهاجم فريق ضمك عندما يتنافس على الكرة، يمنح الحكم هنا ركلة جزاء في هذه الحالة، وكذلك إشهار البطاقة الصفراء لحارس المرمى لحرمانه من فرصة محققة لتسجيل هدف محقق داخل منطقة الجزاء. على الرغم من أن لدينا مدافع يصل بسرعة إلى المنطقة، لكن ما زالت الفرصة المحققة قائمة، لذلك أكد حكم الفيديو المساعد قرار الحكم بشكل صحيح. ركلة الجزاء والبطاقة الصفراء هو القرار الصحيح. قرار صحيح من حكم الفيديو المساعد، وأيضا قرار صحيح من حكم المباراة. ننتقل الآن إلى مباراة الاتفاق والرائد. لو نشاهد لاعب فريق الرائد قام بمهاجمة لاعب فريق الاتفاق بشدة متوسطة، واستخدم مسامير الحذاء كاملة فوق الكاحل. هذه الأنواع من الأخطاء تعرض سلامة المنافس للخطر، ويجب معاقبتهم ببطاقة حمراء. المتوقع من حكم الفيديو المساعد أن يوصي الحكم بمراجعة الحالة في الملعب. هنا مطلوب العمل الجماعي حتى من الحكم الرابع. القرار الصحيح بطاقة حمراء. قرار غير صحيح من حكم تقنية الفيديو المساعد. أيضا قرار غير صحيح من حكم المباراة. ننتقل إلى مباراة الشباب والحزم. يقوم لاعب فريق الشباب بمهاجمة المنافس بشدة متوسطة، واستخدام مسامير الحذاء كاملة فوق الكاحل. هذه الأنواع من الأخطاء تعرض سلامة المنافس للخطر، ويجب معاقبتهم ببطاقة حمراء. هنا يستدعي حكم الفيديو المساعد الحكم لمراجعة الحالة والتحقق منها. تم طرد اللاعب بالبطاقة الحمراء بسبب اللعب العنيف. القرار الصحيح بطاقة حمراء. قرار صحيح من قبل حكم الفيديو المساعد. أيضا قرار صحيح من حكم المباراة. ننتقل إلى حالة أخرى في مباراة الشباب والحزم. لاعب نادي الشباب يتعرض لإعاقة من لاعب فريق الحزم، ونشاهد ردة فعل من مسؤولين فريق الشباب. القانون لا يسمح بالاعتراض من قبل مسؤول الفريق أو بإشارات تقلل من حكم المباراة. يجب على الحكم وضع حد لهذه الحالة. المتوقع إشهار بطاقة صفراء لمسؤولي الفريق. قرار صحيح بطاقة صفراء. قرار صحيح
من قبل الحكم الفيديو المساعد، أيضا قرار صحيح من حكم المباراة. ننتقل إلى مباراة ضمك والشباب. في هذا الفيديو لدينا حالتان. أولا، يحتاج حكم الفيديو المساعد إلى التحقق بعناية إذا كانت الكرة داخل اللعب أم خارج اللعب. تصبح الكرة خارج اللعب عندما تكون قد تجاوزت بكاملها خط المرمى أو خط التماس، على الأرض أو في الهواء. هنا لا يوجد وضوح على خروج الكرة من اللعب، وبالتالي لا يمكن لحكم الفيديو المساعد التدخل في هذه الحالة. الحالة الأخرى، يمنح الحكم ركلة جزاء بسبب لمسة يد، لأن المدافع يجعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي، ويمنح الحكم البطاقة الصفراء. القرار الصحيح ركلة جزاء وبطاقة صفراء. الحكم الفيديو المساعد قرار صحيح، أيضاً حكم المباراة قرار صحيح. ننتقل إلى حالة أخرى في نفس المباراة. نشاهد في هذه الحالة امتداد ذراع مدافع فريق الشباب، مما يجعل جسده أكبر بشكل غير طبيعي. المسافة بين اللاعبين ليست مهمة في حالات لمسة اليد في هذه الحالة. كان تدخلاً صحيح من قبل حكم الفيديو المساعد. بعد مراجعة الحكم من الحالة في الملعب والتحقق، تم احتساب ركلة جزاء. القرار الصحيح ركلة جزاء. قرار صحيح من حكم الفيديو المساعد. قرار صحيح من حكم المباراة. ننتقل إلى المباراة الأخرى، الحزم وأبها. نشاهد قد يكون هناك احتكاك طبيعي من قبل حارس المرمى. المهاجم هنا يقوم بالسقوط بعد تجاوزه من حارس المرمى. لهذا السبب الحكم احتسب ركلة حرة غير مباشرة بشكل صحيح بسبب التحايل، لأن المهاجم حاول خداع الحكم. في مثل هذه الحالات، إذا لم يكن قرار الحكم خاطئ بشكل واضح، فلا يجب أن يتدخل حكم الفيديو المساعد، ويجب تأكيد القرار في الملعب. بعد الاستدعاء من قبل حكم الفيديو المساعد للتحقق، بقي الحكم على قراره بطاقة صفراء للتحايل. القرار الصحيح ركلة حرة غير مباشرة وبطاقة صفراء. حكم الفيديو المساعد قرار غير صحيح. حكم المباراة قرار صحيح. ننتقل إلى مباراة التعاون والرائد. نشاهد لاعب فريق الرائد بعد تسجيل الهدف قام بالاحتفال بالهدف وارتداء قناع. تنص قوانين اللعبة على أنه عند احتفال بالهدف يجب إنذار اللاعب الذي قام بتغطية الرأس أو الوجه بقناع أو أي عنصر آخر مشابه. القرار الصحيح بطاقة صفراء. قرار صحيح من قبل حكم الفيديو المساعد. قرار صحيح من قبل حكم المباراة. هنا نختتم أهم حالات الجولة الرابعة والخامسة. نلقاكم مع حالات أخرى في الجولات القادمة.